أهلا وسهلا طلابي في مساق الصحة النفسية. اليوم حنتكلم عن السلوك اللاسوي، والمرة المحاضرة السابقة تكلمنا عن السلوك السوي وتكلمنا على طبيعة السلوك السوي وكيف نحكم على هذا السلوك بالسواء أو عدم السواء. اليوم حنتكلم على السلوك اللاسوي كيف وطبيعة الحال. يعني السلوك اللاسوي في مجتمع معين هو سلوك سوي في مجتمع آخر، يعني كيف تتحدد سواء السلوك هو حسب ثقافة هذا المجتمع ومعاييره الاجتماعية، هل تتقبل هذا السلوك ترفض هذا السلوك. هي طبعا نقدرش نقول في كل السلوك في كل المجتمعات غير سوي، لأنه كل مجتمع يحمل ثقافة معينة ويحكم على السلوك أنه سوي أو غير سوي من خلال هذه الثقافة. طبعا السلوك اللاسوي أو الشخصية اللاسوية ما هي إلا اضطراب في السلوك، وهو ناشئ عن فشل. يعني الشخصية اللاسوية بتكون عندها اضطراب في السلوك، هو ناشئ عن فشل الفرد، يعني فشل الفرد نفسه في عملية التوافق، مع التوافق مع ذاته والتوافق مع بيئته المحيطة. وإحنا تكلمنا قلنا السلوك السوي هي عملية توافق، توافق مع النفس، توافق مع الذات، توافق مع مع المجتمع. هذا في السلوك اللاسوي فيش توافق لا ذاته ولا توافق مع البيئة المحيطة. أيضا هو عبارة عن تعبير عن مشكلات النفسية والانفعالية، وهي محاولات فاشلة لإعادة الاتزان والتوافق مع التوترات وحل الأزمات والمشكلات اللي نتجت عن الصراعات الداخلية للفرد. بمعنى أن الاضطراب هو إبراز لصفات خفية كانت لدى هذا الفرد ولكن بدرجة محدودة ومقبولة كمظاهر متعددة للسواء. وبما أنه السواء ولا سواء معياريان، يعني في النهاية هما معياريان، هما في الأساس إذن يعودوا لإيه؟ للمرجعية الثقافية الموجودة في زمن معين وفي بيئة معينة. فكل زمان وكل مكان له نموذج في السواء ولا سواء، يعني بالمنطق أنه هو معياريان بالفعل، لأنه ما فيش تحديد دقيق لهذا السواء ولا وعدم وجود السواء أو السواء ولا سواء. وكل مكان وكل زمان وكل وقت وكل ثقافة مجتمع هي بتحكم على هذا كان السلوك سوي أو غير سوي. وما نعتبره صحة أو مرض، فكل ثقافة نموذجها من السواء والصحة واللا سواء والمرض، فالذي يعتبر المجتمع سويا في فترة ما يمكن أنه يعتبره غير سوي في فترة أخرى. كل ثقافة لها نسبتها من مفهوم السلوك السوي واللا سوي. السلوك اللا سوي يعني بالعربي هو ما يخالف السواء، أو هو الاضطراب النفسي الشديد، أو هو الذي يعبر عن عدم التناسق داخل الشخصية، أو سوء التفاعل مع المحيط. كما أن هناك عدة معايير لا سواء ولا السلوك الشاذ أو اللاسوي، وهذه المعايير بتتمثل في عنا نتكلم فيها بتتمثل في عدة أماكن. بمعنى يعني احنا نيجي نفسر بالضبط انه كل ما يخالف السواء هو سلوك سوي. طيب الاضطراب النفسي هو يخالف السواء لانه اضطراب اصلا، اذا معنى ذلك انه سلوك لا سوي. نتكلم عن المعايير اللي طبعا بتحدد السلوك اللا سوي. اول حاجة المعيار الذاتي في تحديد الشذوذ. إحنا كان نقول معيار ذاتي في تحديد الشذوذ، إذن معنى ذلك بنرجع لذوات الناس ولذوات المحكمين أو ذوات الأشخاص اللي بتبدأ تحكم على المجتمعات، اللي بتبدأ تحكم على هذا سلوك سوي أو غير سوي. حين يعني تنظر إلى الناس ونلاحظ ظروفهم تصرفاتهم، كثير ما إنه نتكلم عنهم إنها سوية. حين إمتى نتكلم عنها إنها سوية؟ لما بتنسجم الأفكارنا وأراءنا الذاتية، كما نقول أنها غير سوية حين تختلف عن هذه الأفكار والآراء. عندما نفعل ذلك نحكم ذاتنا الفردية ونحكمها معتمدين على كل ما يعني قيل وكل ما قبلناه وكل ما ألفناه في خبرتنا السابقة. السلوك السوي حين بدخل المعيار الذاتي في نظرنا هو ما يتلائم مع ما نرغب
أو ما هو مرغوب من وجهة مين؟ من وجهة نظر الذات نفسها، من وجهة نظر الشخص نفسه. فالمعيار الذاتي هو حكم الذات أو حكم الشخص نفسه على هذا ما هو مرغوب، بينما يكون السلوك الشاذ نقيضه. المعيار هذا طبعا غير علمي، لأنه معيار متعلق بحكم ذاتي وليس متعلق بأي شيء خارجي، يعني متعلق بالرغبات الشخصية أو الرغبات الشخصية للأفراد أو نظرة الأفراد ذواتهم وعدم واستحسانهم أو عدم استحسانهم لهذا السلوك. النقطة الثانية المعيار الاجتماعي، أنا نتكلم الآن عن معيار اجتماعي، على ميادين اجتماعية، على أندية، على مدارس، على ثقافة. كثير من اللي نادوا بأهمية إعطاء الأساس الاجتماعي مكانة أساسية في بحث الطبيعة الإنسانية. ليش؟ المجتمع يضم مجموعة من العادات والتقاليد والأفكار، هذه العادات والتقاليد والأفكار والمحكات المرجعية والقيم والدين والاعتقاد، كلها هذه بتقود سلوك الأفراد اللي بتألف منهم، يعني كل هذه المعتقدات هي اللي بتخلي سلوك الأفراد. فإذا الأفراد خرجوا عن هذه المعايير وعن هذه الأفكار، المجتمع حيعتبرهم سلوكهم غير سوي، لأنه لن يقبلهم المجتمع، لأنه هو المجتمع جميعه قطاعات أي مجتمع ما لو أخذناه في أي بقعة ما، وهذا المجتمع بيمثل ثقافة معينة لا يقبل بثقافة أخرى. وإذا تكيفوا بطريقة تتفق مع قيم ومعايير المجتمع اعتبر سلوكهم مؤشراً على السواء. يعني إذا الشخص اللي أصدر سلوك غير سوي ومخالف لمعايير المجتمع عاود تأقلم وتراجع عن هذا السلوك وأصبح يأتي بسلوك مقابل المجتمع ضمن معايير المجتمع، يعني إذن معنى ذلك أصبح سلوكه ماله؟ سلوكه سوي. المعيار الاجتماعي برى أن الأفراد لا يتكيفوا مع البيئة اللي بيعيشوا فيها فحسب، بل عليهم أن يعملوا في سبيل بناء وتدعيم القيم والأهداف، أيضا الأنشطة الخاصة بالجماعة واللي بتسهم في تقدمها. أهمية المعيار الاجتماعي تنبع من أنه المجتمع لا يقبل إلا السلوك الذي يكون في صالحه، أي في صالح مجموعة الأفراد، أو السلوك اللي بيرغبه المجتمع، أو السلوك اللي بيقبله المجتمع، أو السلوك اللي بتوافق مع تقاليده، أو السلوك اللي بتوافق مع اتجاهاته وأفكاره ومعتقداته. والوقت نفسه في نفس الوقت برفض أي سلوك بيهدد تماسك ذلك المجتمع واستقراره. إذن معنى ذلك هنا سلوك الجريمة سلوك شاذ، لأن المجتمع دائما مجتمع مستقر، مجتمع متماسك يرفض فكرة الجريمة. طبعا وهذا بينبع من أنه علماء الصحة النفسية عرفوا في هذا السلوك أنها حالة إيجابية تتضمن الأساليب السلوكية التي يتوقعها. يعني طلع وين ربط المجتمع أنه الحالة الإيجابية تتضمن الأساليب السلوكية بتوقعها مين؟ بتوقعها أفراد المجتمع ويغلبها المجتمع. وعلى هذا الأساس يعتبر كل ما لا يتفق مع اتجاهات المجتمع أو مع ما يتوقعه المجتمع من أساليب سلوكية سلوكا غير سوي. هذا بالنسبة للمعيار الاجتماعي. أما المنظور الطبي العقل الصحي بتكلم يعني ما بين المرض العقلي والنفسي أو الجنوح من جانب وبين حالات الناس العاديين من جانب آخر، وهو ذاته التصنيف التقليدي بين الجنون والعقل. فالسواء حدد هنا من خلال غياب الإصابة، يعني هنا بتكلم منظور طبي بحتة أكثر مما يتحدده بحال خصائص إيجابية. بالتالي غياب الاضطراب النفسي القابل للتشخيص الطبي العقلي على اختلاف مناهج ومذاهب في حالة السواء والصحة هي مجرد غياب أي من الأمراض المعروفة الداخلة في الفئات المرضية وعليه. فالسواء حالة من النشاط الوظيفي المعقول حسب المنظور الطبي. أما المعيار القيمي في تحديد الشذوذ، تبعا لهذا المعيار يعرف الشذوذ بأنه حالة انحراف عن المثل العليا والكمال، فهذا معيار قيمي، يعني كل ما يميل يبتعد عن المثل العليا والأخلاق وكل ما انحراف هذا سلوك شاذ أو سلوك غير سوي. الشذوذ بيكون عند الإنسان في العمل المناقض للطبيعة أو انحراف، طبعا انحراف وين؟ في القيمة أو انحراف في الأخلاق أو انحراف في السلوك اللي لا ينم على أن هناك أخلاق.
أما المعيار الطبيعي في تحديد الشذوذ السواء من وجهة نظر المعتمدين، فعلى هذا المعيار يكون العمل وفق ما تقتضيه الطبيعة. أما الشذوذ فيكون عند الإنسان في العمل المناقض للطبيعة أو انحراف بالغ في سلوك ما عن الطبيعة الأصلية. على الرغم من أنه هذا المعيار الطبيعي يصدق العديد من الأمثلة لدى الإنسان والحيوان، إلا أنه نجد في حالات غير قليلة انحرافا في سلوك الحيوان يقبله هو، ونعده نحن مخالف، نعتبره إحنا مخالف للطبيعة ومعاكس لأغراضها، مثل أكل الأم لأولادها على سبيل أن القطة لما بتولد بتأكل أحد أبنائها أضعفهم عشان تقوى لأبنائها الآخرين. هذا إحنا بنعتبره سلوكا معاكسا، لكن بالنسبة للحيوان نفسه يعتبر سلوك إيه؟ سلوك طبيعي، لأنه هم ألفت هذه الحيوانات وهذا هي عاداتها. يضاف إلى ذلك أن عقل الإنسان السعي إلى التحكيم في شروط الطبيعة يدعوه أحيانا إلى إجراءات تكون مخالفة للطبيعة في الظاهر وأساسية لبقائه في الأعماق، مثل إجراءات منع الحمل. المعيار الإحصائي في تحديد الشذوذ، هذا المعيار الإحصائي بيأكد على مدى الانحراف عن المتوسط. لما نقول إحصائي معناه بدنا نشوف متوسط الشائع، المتوسط الشائع، والشواذ هم الأقلية اللي بتنحرف بمدى واسع عن هذا المتوسط وهذا الشائع. وبما أنه الشواذ بيمثلوا طرفي التوزيع في المنحنى الاعتدالي النورمال ديستريبيوشن أو متصل، فإنه يدخل في عداد الشواذ وغير العاديين. كذلك هم احنا نقول منحنى، احنا لما بدنا نرسم المنحنى معنى ذلك انه بدي تيجي بطرفين المنحنى. طب احنا في عندنا اللاسوا في احدهم الطرف، والطرف الثاني يدخل ايضا العباقره والمعتوهين، العباقره والموهبين، بالمقابل يدخل المعتوهين والمضطربين. فاذا معنى ذلك انه هذا المعيار بكون مش معيار دقيق، لأنه إحنا بنتكلم عن المتوسط في المنحنى، وأما الطرفين فيكون بيمثلوا فئات أخرى ولا نستطيع أن نسميهم ببعضهم البعض. المعيار الإحصائي بيعتمد كمان على أساس ما نلاحظه من أننا بقياس صفة من الصفات التي تصف الأفراد سواء كانت من جانب الجنسي أو الجانب العقلي أو الانفعالي، ورسمنا العلاقة بين درجات هؤلاء الأفراد وأعداد كل من حصلوا على هذه الدرجات، نجد إنه الدرجات تميل إلى توزيع معين، بحيث إنه هناك يكون معظم الدرجات في المنتصف وتقل إعداد الدرجات كلما اتجهنا إلى طرفي المنحنى. وهذا الكلام بخلينا نقرر إنه هؤلاء اللي بيحصلوا على درجات متوسطة هم بيمثلوا الأغلبية، والعاديين بالمنحنى الإحصائي وبقدر نسبة هؤلاء، يعني بنقدر نسبة هؤلاء الناس نجد إنهم كلما اتجهنا، يعني تقريبا نسبتهم 68%، وكلما اتجهنا إلى نحو طرفي المنحنى ازداد انحراف الدرجات وقل عدد الأفراد اللي بيحصلوا على هذه الدرجات. وطبعا هذه الصورة بتختلف في القياس النفسي، لأنه يقوم القياس النفسي على أسس معينة، يعني إن ما راعت في القياس يصبح الرقم الذي نخرج فيه رقم مضلل ولا معنى له. والقياس النفسي قياس غير مباشر، هان نقيس شيئا عن طريق قياس مظاهر نفترض أنها بتعبر عن عما يقاس. كما إنه القياس النفسي قياس نسبي، إذ لا توجد لدينا، يعني ما فيش عندنا لدينا نقطة صفر للصحة، والمتوسط هو نقطة البداية. فنحن نقيس، يعني في النهاية نقيس ما لدى الفرد ما يقاس بالنسبة إلى ما لدى الجميع معظم الناس مما يقاس. المظاهر النفسية التي يفترض أنها تعبر عما يقاس تتأثر بالعديد من العوامل، أي أننا لا نقيس مظهرا نقيا لما يقاس، ولهذا يتحدث هؤلاء مصطلحات مثل صدق الأداء وثبات الأداء. عندنا الكلام الشرقاوي بتكلم انه الاخذ بهذا المعيار يرى ان الشخص غير سوي هو الذي ينحرف ويبتعد كثيرا عن المتوسط، بينما الشخص المتوسط طبقا لهذا المعيار هو اكثر الافراد سواء يعني، الا انه هذا المعيار قوبل بعديد من الانتقادات في تحديد السواء ولا سواء، منها انه مصطلح العاديه او ما يغلب حدوثه ويكثر توارده لا معنى له الا في اطار اجتماعي معين. النقطه الثانيه، المعيار الاحصائي يعتبر البعدين عن المتوسط شواذ، يعني بعدين المتوسط بعدين المنحنى
البعاد عن المتوسط هم شواذ، بذلك يعتبر متفوقين عقليا والأذكياء شواذ أيضا. ولكن بأي حق يعني إحنا نقدر نقول عن الأذكياء والمتفوقين شواذ؟ هذه مشكلة. فلذلك إن المعيار هذا معيار يعني لا يقيس بالشكل المطلوب، وطبعا هناك لا يتفق مع القياس النفسي، والقياس النفسي قياس نسبي، والقياس النفسي تكلم إنه بقوم على أسس معينة، إن لم تراعي في القياس يصبح الرقم اللي بالضبط نخرج فيه رقم مضلل ولا معنى له.